بتاعت الانديه واجتماع جد وحقيقي ان شاء الله. الاليه اللي موجوده ايه يا دكتور؟ يعني احنا واخدين قرار بعوده الجماهير وحضرتك حصلت على موافقه الاليه اللي موجوده. الاليه اللي موجوده هنبحثها بكره، لكن اكيد اكيد هيبقى في موضوع ويبقى فيه حاجه تحكم منطلق حاجه واحده بس استاذ ابو المعاطي، ازاي نحافظ على اولادنا. ايوه مش نمنع اولادنا، يعني انا احنا كدوله دلوقتي بنتدخل بخبراتنا بادائنا، والدوري بدا يعني احنا ما فكرناش بدري او مشروع بدري، خلاص انتهى الموضوع، الدوري بدا والجاهزيه فين. فبالتالي كل الاليه ان احنا ازاي الكوره اللي بنحبها والاخره، لما نقول لسعادتنا ايه، ازاي نحافظ على اولادنا مش نمنع اولادنا، عشان نحافظ على اولادنا ازاي نتدرج بالنظام لغايه لما الاستادات تبقى مؤهله والموضوع ينفع ان احنا نقول الجماهير تدخل بشكل كلي، يبقى نتدرج عشان ما نرجعش لورا تاني خطوه واحده. لا مش عاوزينهم يبقى في حضور بشكل كلي، لكن يمكن التدرج بنسب زي ما حضرتك اقترحت مثلا، او بعض البعض اقترح 10% من ساعه الاستاد او كده. لا بس احنا ما قلناش نسب يعني برضه عشان الكلام، يعني في مقترحات بكده من رؤساء الانديه، يعني ما قلناش نسب معينه، لكن اكيد اللي بيحكمنا ان لازم نفتح هذا الموضوع خلاص بقى، يعني ما فيش حاجه اسمها ما حدش بيتكلم، لا نفتح هذا الموضوع ومسؤوليه مين ومين اللي بيدير المنظومه وتدار ازاي، وبعدين التدرج هيكون على اي مستوى، والموسم لغايه قبل ما يخلص يكون يعني ان شاء الله شكلنا حلو كمصريين، لما يكون في الجماهير بشكل منظم بشكل قانوني بشكل لائحي ان شاء الله، والدنيا تمشي واحده واحده. انت متفائل بعوده الجماهير يا دكتور؟ بص حضرتك استاذ ابو المعاطي، حضرتك يعني انت خبره كبيره و الله يخليك وموجودين في المجال بقالنا كتير وعارفين متتبعين يعني كل الحراك دوت يعني، فاذا فضلنا يعني كل واحد دايما الكوره في ملعب الثاني فمفيش صالح حام. أيوة. لازم نقف ونقول ايه اللي هنعمله ونخترق الموضوع بكل جرأه وما دام في نظام وفي فكر يعني. هل في ممثل للامن هيبقى حاضر من وزاره الداخليه بحيث يبقى بيدلي برايه؟ كلنا يا فندم موجودين، يا فندم كلنا موجودين، الدوله بتتحرك يعني.